كابتن اسامه مبروك طبعا، ثلاثه نقاط مهمه واداء جيد في مجمله للنادي الاهلي. الحمد لله، مبروك طبعا للجهاز الفني وجماهيرنا والمجلس الاداره وكل الاهلاويه. الثلاث نقاط كانت مهمين جدا، يعني قبل كثيرا من نتكلم عن الاداء والظروف اللي فيها المباراه، لكن في الوضع اللي النادي الاهلي كان فيه كان مهم جدا ياخد الثلاث نقط دولت. معنويا ونفسيا تفرق كتير جدا مع الفرقه. ثانيا يكفيك كده التعادل في السودان، يعني بقى عندك فرصتين، المكسب والتعادل، لكن لو كان حصل اي نتيجه غير كده كان لابد انك تفوز. فالحمد لله الثقه جات لنا تاني في اللقاء دوت، وثلاث نقط مهمين جدا جدا.